الرحمن الرحيم. عقدت لجنة إدارة الأزمات بالقيادة العامة للحركة العامة كشافة والمرشدات اجتماعها اليوم بعد صدور التعميم الأول حول اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض الكورونا، حفظنا الله وإياكم، وحفاظا على أرواح منتسبي حركتنا النبيلة، وتلبية نداء الوطن للمساهمة في عدم انتشار هذا الوباء داخل بلادنا الحبيبة. أتقدم بالشكر أولا لجميع كشافينا والمرشدات والقادة والقائدات على تجاوبهم والتزامهم بما صدر في منشور القائد العام رقم 1 وعن الجهات الرسمية، كما أشيد بكل المبادرات والملاحظات الوطنية التي صدرت من منتسبينا عبر الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي ختام الاجتماع الطاري للجنة إدارة الأزمات بالقيادة العامة والتي توصلت على عدة نقاط، من أهمها المحافظة أولا، المحافظة على سلامة وصحة منتسبينا بإفساح المجال أمامهم لأداء دورهم داخل أسرهم من خلال اتباع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة. 2، حتى المسؤولين بالحركة بإجراء الاجتماعات والمسابقات والدروس الكشفية عن بعد. 3، دعوة الأطباء من منتسبي الحركة لأداء دورهم الوطني داخل مؤسساتهم. استحداث برامج إعلامية كشفية توعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبثها من خلال الفرق والأفواج والمفوضيات. المساهمة مع المختصين في التعليم ببث بعض البرامج الإعلامية للدروس المختلفة في مراحل التعليم المختلفة. الاستفادة من مبادرات القادة والقائدات لتفعيل برامج هذه التوعية. هذا وسيصدر بيان بكامل نتائج هذا الاجتماع في وقت لاحق. حفظ الله ليبيا، ونتمنى لجميع منتسبينا ولشعبنا الكريم بالصحة والوقاية من هذا الوباء، حفظنا الله وإياكم.